السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيت تطبيق حلو قوي للأطفال اسمه Drawing with AI and 3D Games. عبارة عن إيه؟ إن أنت بتدي للطفل إن هو يرسم حاجة بسيطة خالص، الحاجة اللي على مزاجه، والحاجة دي هو أوتوماتيك الذكاء الاصطناعي بيحولها لحاجة جميلة بالشكل ده. فالفكرة عجبتني، وأعتقد إن شاء الله إنها تعجب الأطفال اللي من سني، يقدروا إنهم مثلا يرسموا حاجة صغيرة خالص ويلاقوا حاجة واو، فده يشجعهم على فكرة الرسم. يبدأ بس ايه، هو يحرك ايديه كده، يرسم حاجات صغيرة، يرسم اي حاجة بسيطة خالص، ويبدأ ان هو يظبط له الرسمة، ويبدأ ان هو يلونها له والحاجات دي كلها. فبيتعود على فكرة ان هو الذكاء الاصطناعي يبدأ يساعده. حاجة بالشكل دوت. وفي برضو العاب 3D جيمز فيها افكار، بس لسه هجربه. لو في حد جربه شاف اي اعلانات سيئه يا ريت يقول لنا، على اساس ان الموضوع ده لازم نكون حذرين فيه. انا هبدا في الطبع عندي على الموبايل، وان شاء الله يكون ممتع للاطفال. هتختار عايزين نرسم، وتبدا ترسم او تلعب زي ما انت عايز.